عين أوكسون على رئاسة الحكومة السويدية. 10 ملايين إنسان يحلمون بالهجرة إلى السويد. مبادرة اس اي مابلر ضد الغلاء. في الروس في أبو كاس. أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الكومبس تصحبكم فيها اليوم سناريا الصفار. طموح حزب اس دي اليميني المتطرف يتسع، وعين رئيسه يمي أوكسون على رئاسة الحكومة. لم يعد دور الحليف للحكومة الذي يلعبه الحزب اليوم يرضي طموحه، بل بات شرطه الأول المشاركة في الحكومة المقبلة وتولي رئاستها في حالة تكرار فوزه كأكبر أحزاب اليمين. موقف اس دي أعلنه رئيسه يمي أوكسون في مقابلة صحفية قال فيها إنه سيقود حزبه في الانتخابات المقبلة بعد 18 عاماً على توليه رئاسته ونقله من أقاصي اليمين المنبوذ إلى الحكم. أوكسون قال بشكل واضح إنه إما أن يكون في الحكومة أو المعارضة بعد الانتخابات، مشيرا بذلك إلى رفضه تكرار لعب دور الحزب البرلماني المساند للحكومة اليمينية كما هو حاله اليوم. أوكسون أكد توجه حزبه لحظر التسول والحد من استخدام المترجمين وإقامة مراكز ترانزيت لطالبي اللجوء والحد من لم الشمل، إضافة إلى زيادة التبليغ عن المقيمين غير الشرعيين، واعتبر إنها قضايا غير قابلة للنقاش ويجب تطبيقها وفقاً لاتفاق تيدو الذي تشكلت بموجبه الحكومة. رئيس اس دي تطرق إلى موضوع سياسة العمل مشدداً على دعم صناديق البطالة ورافضاً اقتراح وزير العمل حول دفع العاطلين للانتقال إلى بلديات تتوافر لهم فيها فرص أفضل. بينما يريد اس دي والحكومة خفض الهجرة إلى حدودها الدنيا، يحلم 10 ملايين شخص حول العالم بالهجرة إلى السويد. دراسة نشرها موقع ديلمي المتخصص بقضايا الهجرة أظهرت إن نصف الراغبين بالهجرة إلى السويد يقيمون في 5 دول هي الصين، إيران، تركيا، العراق وروسيا. وتشكل السويد وجهة هجرة مفضلة في كل من فلسطين والصومال ودول يوغوسلافيا السابقة. كثير من الراغبين بالهجرة إلى دول الشمال الغنية هم من الشبان غير المتزوجين وسكان المدن والحاصلين على شهادات تعليمية عليا ولديهم دخل أكبر من سواهم. وتبرز بين الراغبين بالهجرة إلى السويد نسبة أعلى من غير المتدينين ومن يعانون من مشاكل صحية. وفيما يعبر مهاجرون عن استيائهم من ظروف الهجرة في السويد في السنوات الأخيرة، فإن البلاد ما زالت تشكل حلماً لكثيرين ممن يعيشون في الدول النامية. الدراسة التي أجراها باحثان من جامعة أوبسالا تستند على استطلاع رأي سنوي تجريه مؤسسة غالوب يشمل 160 دولة وعينة تمثل 99% من سكان العالم. رئيس الوزراء أولف كريستشون يخضع لاستجواب قاسي من قبل أحزاب المعارضة في اللجنة الدستورية بالبرلمان السويدي. الاستجواب تناول مسألة تعيين رئيس الحكومة لصديقه القديم هنريك لاندرهولم في منصب مستشار الأمن القومي عقب تشكيل الحكومة دون الإعلان عن المنصب المذكور أو استقبال طلبات مرشحين لشغل المنصب. ورغم إشادة المعارضة بمؤهلات لاندرهولم، غير أنها اعتبرت أن أسلوب تعيينه يهز الثقة بالحكومة. كريستشون أكد صداقته القديمة مع لاندرهولم، غير أنه قال إن تعيينه جاء بناء على مؤهلاته وخبراته السابقة. الاستجواب تطرق أيضا إلى اتهام كريستشون بالكذب حين قال إن الحزبين الاشتراكي والبيئة أقفلا المفاعلات النووية السويدية، حيث أكد الاشتراكيون إن الشركات المشغلة هي من أقفلت المفاعلات المذكورة لأسباب متعلقة بجدواها الاقتصادية وارتفاع التكلفة. كريستشون اعترف بحقيقة الأمر، لكنه أشار إلى أن السياسات الاشتراكيين أهملت الطاقة النووية. أعلنت الحكومة مدعومة بحزب اس دي عزمها خفض ضريبة العمل ب10 مليارات كرون على الأقل بدءا من العام المقبل. الاقتراح الحكومي ما زال في بداية طريقه، إذ يحتاج إلى مشاورات مكثفة بين أحزاب اليمين الأربعة للتوصل إلى طريقة قانونية لإقرار التعديل الضريبي في موازنة الخريف المقبل. رئيس الوزراء أولف كريستشون قال إن حكومته ستقدم الاقتراح بعد استشارة اللجان والمكاتب الحكومية المختصة، غير أن توقيت إقرار التعديلات الضريبية غير محسوم بعد وقد يتأخر عن الموعد المرتجى في موازنة الخريف. رئيس الوزراء شدد على التزام حكومته خفض الضرائب خصوصاً على الأسر الأقل دخلاً،
فيما قالت وزيرة المالية إليزابيث سفانتسون إن مبلغ المليارات العشر سيكون قاعدة يمكن الانطلاق منها لإقرار تخفيض أكبر. 4 فصول في يوم واحد، لعل هذا ما ينطبق على حالة الطقس في أجزاء واسعة من السويد هذه الأيام، وفيما يترقب كثيرون حالة الجو خلال عطلة نهاية الأسبوع وعيد العمال، فإنه من المتوقع تساقط الثلوج والأمطار في شمال فيرملاند، دالنا وأجزاء كبيرة من نورلاند. خبراء إرصاد جوية توقعوا تراكم كميات كبيرة من الثلوج في نورلاند. مختصة في الإرصاد نصحت السويديين بارتداء المعاطف الشتوية خلال الاحتفال بأمسية فالبوري نهاية أبريل، حيث يقيم السويديون احتفالات شعبية واسعة في جميع أنحاء البلاد، ويتجمعون حول نار كبيرة يوقدونها في الأماكن المخصصة للاحتفال كرمز لقدوم الربيع. وفيما تنتظر السويد ربيعها، يبدو أن الصيف حل مبكراً على مناطق واسعة في جنوب أوروبا، وسجلت القارة أمس رقماً قياسياً في درجات الحرارة خلال شهر أبريل، حيث وصلت في مدينة قرطبة الإسبانية إلى 38.8 درجة، كما شهدت البرتغال سجلات قياسية في درجات الحرارة، ويتوقع أن تصل الحرارة إلى 40 درجة في جنوب إسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع. عدد من الإسبان عبروا عن مخاوفهم من صيف حار، وقال أحد المقيمين في مدريد: نحن في أبريل والحرارة مرتفعة جدا، فكيف سيكون الحال في يونيو؟ كان هذا كل ما لدينا في نشرة اليوم من أخبار الكومبس. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الكومبس.se، كما يمكنكم متابعينا الاستماع إلى نشرة الكومبس الإخبارية على منصات البودكاست أينما كنتم عبر تطبيق سبوتيفاي وغيره من التطبيقات. شكرا لمتابعتكم، وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. مبادرة SA مابلر ضد الغلاء. في الروس، في أبوكاس.